السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة. ناس كتير بتسأل هل ممكن نزود ذكاء الطفل؟ هل ممكن نزود طول الطفل؟ هل ممكن نحسن الأداء الوظيفي للطفل؟ هل ممكن نحسن قدراته سواء كان قدرات بدنية أو حتى قدرات عقلية؟ طبعا المحدد من المحددات الأساسية في النمو الطبيعي بتاع الطفل سواء كان على المستوى البدني أو على المستوى العقلي هو العامل الوراثي بالنسبة للأب والأم، خلاص. ولكن في حاجات إحنا ممكن نعملها وبكده ممكن تحسن من قدرات الطفل البدنية والعقلية، وهي أنا لو هتكلم دلوقتي على الذكاء بتاعه، أول حاجة التشجيع المستمر، إن أنت دايما تحسن الأسلوب بتاعك مع الطفل، وإن أنت تقلل فترات تواجد الطفل قدام التلفزيون وقدام التليفون، ان انت دايما تتفاعل معاه وتعتمد عليه في امور معينه وتزود اعتمادك عليه تدريجيا، بحيث ان الطفل ينتج افكار والطفل يبدا يشوف حيل معينه علشان خاطر ينفذ المهام اللي انت تطلبها منه. الحاجه الثانيه ان انت تبعد قدر المستطاع عن المواد الحافظه، لان ده بياثر بالسلب على النمو الطبيعي للطفل بتاعك. الحاجه الثالثه كتر العقاب التقليل من قدراته وكتر ان انت هتتعامل معاه بطريقه مش كويسه، ده من الحاجات اللي بتضعف ذكاء الطفل على المدى البعيد. الاكل الصحي من الحاجات اللي بتساعد الطفل على التحسن، سواء كان تحسن النمو سواء كان النمو العقل او حتى النمو البدني. يعني نعتمد اكتر على الخضروات والفواكه والبروتينات طبعا، خلاص. ولكن ان احنا ان انا ما اعتمدش على حاجه واحده بس، انما لازم انوع في الغذاء الطبيعي بتاع الطفل. الاسماك من الحاجات الغنيه بالاوميجا 3 والفيتامينات يعني اللي بتحسن قدرات الجهاز العصبي بتاع الطفل بتاعنا. يعني هي عباره عن مجموعه عوامل بتشترك مع بعضها علشان تحسن النمو الطبيعي بتاع الطفل، من التغذيه السليمه، من التعامل، من ان انا ابعده عن الحاجات اللي بتلغي او بتلغي النمو الطبيعي ليه او بتقلل على النمو الطبيعي للخلايا العصبيه، اللي هي طبعا التليفون والتلفزيون وكتر العنف وكتر التثبيط بتاع الطفل. خلاص، دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.